مع الهدف. مهرجان الحب والولاء لك يا سيدي. هذا المهرجان الذي يأتي من تنظيم جامعة السلطان قابوس عمادة شؤون الطلبة. معنا الأخت سامية بنت سيف العمرية، رئيسة قسم الأنشطة الاجتماعية وخدمة المجتمع بعمادة شؤون الطلبة بجامعة السلطان قابوس. أخت سامية صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح النور، اهلين الاخت سهى، كيف يا حالك؟ مرحبا، الحمد لله بخير. نقول يسعد الله صباحكم بالخير والنور والسرور يا رب، وصباحك باذن الله تعالى. نقول ولله الحمد، ما زالت مسيرات الخير ومسيرات الفرح ابتهاجا بالمقدم الميمون متواصلة على هذه الارض الغالية. نتكلم عن مهرجان الحب والولاء لك سيدي. طبعا اكيد الاخت سهى، مهرجان الحب والولاء جاء تأييد لهذه المناسبات واستمرارها، وهذا يؤكد على حب المواطنين والطلبة لقائدنا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. نعم، إن شاء الله يا رب يعني دائما تجديد العهد والولاء. على ماذا سيحتوي هذا المهرجان؟ مهرجان الحب والولاء لك سيدي في عدة أركان. الركن الأول يحتوي على تراثنا هويتنا، يجمع ما بين الماضي والحاضر، ركن تراثي كامل بالخيام التراثية البدوية، بالحرفيين التراثيين اللي بيكونوا معانا، بالطبخ العماني التقليدي القديم. وهذا الركن بعد يجمع دكان الحارة بطابعه القديم، يبيع المنتجات القديمة جميل اللي كنا نقتنيها قديما. والركن الثاني اسمه سوق صوغة، هي من كلمة يعني قديمة، الصوغة يعني مقتنيات المرأة من حلي ومن ملابس وعطور. هذا السوق يحوي مشاريع صغيرة عملوها الطالبات من عندهم، يعني من أفكارهم كبداية مشاريع صغيرة يطبقوها على أرض الواقع ويعرضوها في هذا السوق. نعم جميل. الركن الثالث ركن التصميم والابتكار. نعم، هو ركن يحوي جميع الفنون من فن الجرافيك وفن النحت والرسم وفن طي الورق الأوريغامي وفن التصميم الأزياء. جميل، يعني يبدو المهرجان متنوع جدا. هل الدعوة متاحة لمن هم خارج الجامعة جامعة سلطان قابوس؟ ركن أخير بعد الأخت اللي هو بعد في ركن أخير اللي هو الركن الختامي، ركن الولاء والحب لك سيدي. هذا الركن يحوي مسابقات متنوعة عن السلطنة وعن القائد، ويحوي أيضا إبداعات طالبات في الرسم، منها صورة لصاحب الجلالة مرسومة بالقهوة ترسمها الطالبة مباشرة هناك. رائع. وفي بعد مجموعة من الطالبات عاملين مثل الأوبريت المصغر، وأيضا مسرحية وقصائد شعرية وخواطر. هذه أنواع. نعم، إذن يعني يبدو بالفعل ثري جدا المهرجان. ماذا بالنسبة للدعوات؟ هل هي متاحة للجميع، كل من يتابعنا حاليا وحاب يحضره؟ نعم، متاحة للجميع. نعم، ونحن سبق وبلغنا يعني جميل. الأمن من في سكن الطالبات على أساس أنه يفتح المجال للجميع. مجمع رقم 4 من 4 إلى 9 مساء، 5 و6 إبريل، يوم وغدا بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، اليوم وغدا بإذن الله. بإذن الله نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا على هذه المحطة الأخت سامية بنت سيف العامرية، رئيسة قسم الأنشطة الاجتماعية وخدمات المجتمع. شكرا شكرا جزيلا. شكرا شكرا من عمادة شؤون الطلبة بجامعة السلطان قابوس. شكرا شكرا جزيلا. شكرا يا مرحبا. شكرا، تحية لكم مستمعينا، متواصلين معكم في صباح الشباب. تحية لكل متابعينا. دقائق وسنكون مع محطة من محطاتنا.